مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تقدم حماة العراق. سادة المشاهدين، تحية طيبة نحييكم بها وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق، فأهلا وسهلا بكم. حرس الشرف ركب سلاح، حرس الشرف جنبك سلاح. العقيد باسم صادق جعفر، آمر حرس الشرف وحدة المراسيم العسكرية، الحرس حاضر للتفتيش سيدي. استقبل وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي نظيره في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أقيمت مراسيم استقبال رسمية للضيف والوفد المرافق له، وعقد الجانبان اجتماعا حضره كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع العراقية والسفير الإيراني في بغداد والملحق العسكري الإيراني. وجرى خلال اللقاء
بحث سبل التعاون العسكري والأمني بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. كما عقد الوزير الضيف اجتماعا مع رئيس أركان الجيش وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الإيرانية من خلال اتفاقات التي ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين الجارين. 87 عاماً من الإنجازات والبطولات سطرها أبطال سلاح الجو العراقي عبر مسيرة طويلة حقق خلالها الصقور انتصارات كبيرة وستبقى عالقة في ذاكرة التاريخ. برنامج حماة العراق أعد لكم تقريراً عن ذكرى تأسيس هذا الصنف المهم. بعد أن بعثتهم الدولة العراقية إلى بريطانيا لإكمال تدريباتهم والعودة بصفة طيارين بصحبة مجموعة من الطائرات البريطانية إلى مطار الوشاش، مطار المثنى حاليا وسط بغداد، في 22 من نيسان من عام 1931، أعلن في هذا اليوم عن تشكيل القوة الجوية العراقية، فكانت تلك بداية انطلاقها، واعتبر هذا اليوم هو عيد للقوة الجوية. وهي اليوم تحتفل بالذكرى 87 لتأسيسها، حيث قامت قيادة القوة الجوية البطلة وبرعاية السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وحضور كبار القادة العسكريين. القوة الجوية الآن أصبحت لديها القدرة القتالية الكافية أن تضرب أهداف بالعمق لملاحقة داعش وخارج الحدود العراقية، دليل على تنامي قدرات القوة الجوية العراقية ودخول أنواع جديدة من الطائرات، طائرات الإسناد الجوي القريب أو القاصفة أو الطائرات الأخرى المتطورة. إن شاء الله لدينا خطة بدخول طائرات أخرى إلى الخدمة في الفترة القصيرة المقبلة لتصبح القوة الجوية العراقية تضاهي القوة الجوية في دول الجوار الإقليمي إن شاء الله. مبارك لقيادة القوة الجوية ولكل منتسبي قيادة القوة الجوية قائدا وطيارين وضباط ومراتب وفنيين الذكرى 87 لتأسيس القوة الجوية العراقية التي أثبتت أنها هذه القيادة والسلاح القادر على حماية الأجواء العراقية وتقديم الإسناد للقوات البرية بما يمن انتصارها بالمعركة. القوة الجوية لعبت دور كبير في حسم المعركة ضد داعش وكان لها ضربات مؤثرة قصمت ظهر تنظيم داعش الإرهابي، وكل الاحترام والتقدير والاعتزاز لهذا السلاح البطل اللي أثبت جدارته واللي جاي يتطور تدريبا وتجهيزا يوم بعد آخر. وقد مرت القوة الجوية بمراحل عديدة من البناء والتجهيز منذ تشكيلها وعبر تاريخ عمرها الطويل، وصولا إلى إعادة بنائها وتطويرها في مرحلة عراقنا الجديد من بعد عام 2003، والتعاقد مع دول مختلفة لتزويد العراق بطائرات مقاتلة متطورة وحديثة ومنظومات فنية متقدمة، وإشراك الطيارين والفنيين بدورات داخلية وخارجية لتصبح القوة الجوية العراقية سلاحا فعالا ومؤثرا، مع السعي المتواصل من وزارة الدفاع والقيادة الجوية لاستمرار بنائها وتطويرها وتجهيزها بأحدث الطائرات والمعدات والأجهزة. عيد قيادة القوة الجوية، عيد تأسيس القوة الجوية هو رمز من رموز العراق العظيم. الشهداء اللي قدمتهم قيادة القوة الجوية على مدار تأسيسها إلى اليوم هذا هم نذور إلى العراق وفداء إلى العراق. هاي المناسبة السعيدة يسرني أنا أهنئ الشعب العراقي والحكومة العراقية لدعمها المتواصل لهذا الصنف المتميز. وفي معارك النصر والتحرير أثبت صقور الجو إنهم أهل للفخر والاعتزاز، وإنهم فعلا بواسل العراق وأبطاله، فقد رسموا على أجنحتهم أبهى صور النصر والبطولة وهم يحلقون فوق سماء الوطن ليفرضوا سيادته الجوية وليصطادوا الجرذان من دواعش الكفر والجريمة ويدك أوكارهم ويسند القوات البرية في الميدان وليساهم مساهمة كبيرة وفعالة في كتابة حروف يوم النصر العظيم.
عقد في مركز النهرين للدراسات ندوة فكرية وحوارية مع المستشرق الفرنسي جيل كيبل حول الإرهاب والتطرف في العراق والشرق الأوسط ودور القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وبحضور عدد من الباحثين وأساتذة في الجامعات العراقية ومدير التوجيه المعنوي في الوزارة. تفاصيل مع محمد الشويلي. عقد في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ندوة فكرية وحوارية مع المستشرق الفرنسي جيل كيبل حول الإرهاب والتطرف في العراق والشرق الأوسط ودور القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، بحضور عدد من الباحثين وأساتذة في الجامعات العراقية ومدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع. وتناولت الندوة دراسة عمق التنظيمات الإرهابية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكيفية ظهور تنظيم القاعدة الإرهابية ونشوء داعش الإرهابي والقضاء عليهما. الندوة هذه كانت ندوة حول الأجيال المتسبقة للحركة الجهادية في العالم، من الجيل الأول أيام أفغانستان وأيام عبدالله عزام حتى إلى الجيل الداعشي الثالث عبر جيل القاعدة، وما الفروق بينها وما الثابت وما المتحول في الحركات الجهادية المعاصرة، والمقارنة بين التجربة الغربية والتجربة العراقية. طبعا دور القوات المسلحة دور مهم جدا، ولا سيما بعد إسقاط الموصل نرى يعني جوهرية هذا الدور، ولكن التنظيم الداعشي ليس فقط تنظيم عسكري بس كذلك تنظيم عقلي، والمعركة سيكون كمان معركة الأفكار كما كان معركة الأسلحة. حقيقة ندوة مهمة جدا معبرة، بروفيسور بهذا المستوى الرائع طرح عدة أسئلة، طرح المشاكل اللي تواجهها المجتمعات من خلال العمليات أو التنظيمات الإرهابية والجهادية، وأيضا تم مناقشة كافة الأمور الاجتماعية الاقتصادية السياسية النفسية. موضوع مهم جدا، موضوع يحتاج إلى دقة وتفكير ويحتاج إلى دراسات عليا. أعتقد أنه إحنا استفادينا كقوات مسلحة من حضورنا لهذه المحاضرة، وإن شاء الله سوف نقوم بتعليم أبنائنا بالقوات المسلحة ما استفادينا من جزء اللي يخص قواتنا الأمنية وقوات الجيش. باحثون مختصون في مجال الإرهاب أكدوا أن الندوة مهمة في هذا الوقت لمنع ظهور تطرف جديد، وعلى الجهات المعنية إيجاد تنمية بشرية ومحاربة الأفكار المتطرفة كونها تهدد السلم المجتمعي في العراق. أكيد هذه الندوة التي حضر فيها المحاضر الفرنسي مهمة جدا للعراق، وشارك فيها كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك الخبراء والمستشارين وكذلك الأكاديميين العراقيين ومراكز الأبحاث، وهذا تطور نوعي في أن نتحاور من أجل القضاء على التطرف وكذلك الاستمرار في الحملة على مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بصورة نهائية وطرده وطرد فكره الذي ما زال يتحرك في بعض المناطق المحررة كفكر، لكن الحكومة العراقية نتوقع خلال المرحلة المقبلة هي مستمرة في إيجاد نموذج التنمية وهو النموذج الأساسي لمحاربة الفكر المتطرف وإيجاد نموذج بديل للمواطن والمواطنة والوصول إلى المواطن من أجل توفير الخدمات له ومنع هؤلاء الإرهابيين والجماعات المسلحة من التأثير على آرائه وأفكاره، وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية في المرحلة المقبلة وجهود القوات المسلحة في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية والاتحادية وكذلك قوات الحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية تلعب دورا حيويا ورافدا إلى هذه العملية التي تقوم بها الحكومة العراقية. كل هذا يتطلب استراتيجية شاملة في المواجهة، استراتيجية على صعيد الإعلام، استراتيجية على صعيد دراسة الأفكار والتحديثات الفكرية لدى داعش، لأن التحديثات الفكرية مهمة جدا بالنسبة إليهم على الرغم من تمسكهم بالأصول، لكنهم لجؤوا إلى التحديثات الفكرية حتى يكسبون أجيال جديدة ويضموهم إلى تنظيمهم. إن عقد ندوات فكرية بحضور مختصين دوليين في مجال الإرهاب تساعد العراق بعدم ظهور جيلا جديدا متطرف على غرار داعش الإرهابي. من مركز النهرين، محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. الدماء التي بذلها أبطال القوات المسلحة في تحرير مدينة الموصل وإعادة شعلة الأمن إليها أثمرت عن عودة الحياة إلى أهالي المحافظة وازدهار الحركة التجارية. التفاصيل مع محمد الموسوي. أم الربيعين حيث السحر والجمال، تعالوا معنا مشاهدين الكرام في هذه الجولة لنتعرف على آراء المواطنين من حيث الجانب الأمني والاجتماعي في المدينة.
الحمد لله والشكر حيل زين، والقوات الأمنية متعاملة معنا بشكل طيب، ونحمد الله ونشكره على هذا الوضع الأمني. الحمد لله الأمان متوفر بجميع محافظة نينوى، نشكر كافة القوات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي وحشد عشاري على توفير الأمان في هذه المناطق وتعايش أبناء مدينة الموصل ما بينهم. أنتم تشوفون منطقة الموصل أمانة في الليل وكافة شبابها، وين ما تمشي في منطقة الموصل موجودات القوات الأمنية، ونشكر القوات الأمنية مع تعاملها اللطيف مع المجتمع أهل نينوى كافة. والله الحمد لله حيل زين، ومستدب الأمن والقوات الأمنية الحمد لله والشكر، يعني تعامله كل زين وحلو، وإن شاء الله يعني المواطنين متعاونين ويا الجيش، والجيش معاملتهم زينة وماشي الحال، والأسواق أشوفها ما شاء الله الحركة زينة والحمد لله والشكر. الوضع الأمني جيد جدا بعد عملية التحرير اللي قادتها القوات الأمنية ببسالة وبطولة، ونشكر جهود كل من شارك بتحرير مدينتنا مدينة الموصل. حاليا الوضع آمن ومستقر جميع النواحي، وضعية الحركة، وضعية الأشغال صورة صحيحة مستمرة الحمد لله، الأمور طبيعية، ونتأمل إن شاء الله، نتأمل من الله ومن عز وجل ومن الناس، من الناس اللي يخدمون هالبلد هذا، نتمنى يعني جهود أكثر في سبيل خدمة هالبلد هذا وخدمة هالشعب هذا. الآن اللي اللحظة في هذه المدينة هو سبب التواصل والعلاقة الحميمة ما بين القوات المسلحة والمواطن. الآن نلاحظ هذه المدينة يعني مدينة متميزة، قد تكون من أفضل المدن في العراق من حيث حركة التجارية والحركة الترفيهية، أعادت الحياة، أعادت جميع المنتزهات والمرافق السياحية إلها. الشيء الجميل في هذه الفترة هو لن تكتفي المدينة بأهالي مدينة نينوى فقط، بل هنالك زوار من مختلف المحافظات، وأيضا زوار من المدن العربية، وزوار من الدول الأجنبية أيضا، والجميع تجولوا في هذه المدينة وتبضعوا من بضائع هذه المدينة والحياة الطبيعية. يا نازلا نينوى عرج بواديها فإنها جنة تزهو بمن فيها، هذا ما أفصحت به قلوب وألسنة أهالي الموصل لكل من زارها. لإعلام وزارة الدفاع محمد الموسوي. سادة المشاهدين، حلقة البرنامج مستمرة ولكن بعد الفاصل. بمجهودهم وحرصهم على واجبهم وبعد سهر وتعب رجع ليل بغداد، فرحونا وطلعنا كنا نحتفل وفخورين بيهم، حتى نحافظ على تعبهم اختار صح. سادة المشاهدين، ضيف برنامج حماة العراق لهذا الأسبوع اللواء الركن مدير إدارة المراتب، حاوره الزميل صباح الخزعلي. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في فقرة ضيف البرنامج، وضيف هذا الأسبوع مدير إدارة المراتب، فأهلا وسهلا بالسيد اللواء الركن عامر فاضل حسين. أهلا وسهلا بكم في مديرية إدارة المراتب. هل لنا بالتعرف على واجب ومهمة مديرية إدارة المراتب؟ تقوم مديرية إدارة المراتب بتنفيذ وتطوير الخطط المتعلقة بأفراد الجيش العراقي بشكل عام، المتعلقة بالنقل المراتب وتعيينهم أولا ثم النقل مالتهم، بعد ذلك ترقيتهم إذا احتاجون الترقية وحسب الضوابط المعلومة لها، و
شؤونهم القانونية في حالة الحالة على التقاعد، حالة الشهيد، وأخيرا قاعدة معلومات رصينة نحتفظ بها، نجمع بها معلومات مراتب الجيش العراقي بشكل عام. ما هي إجراءاتكم فيما يخص ترقية المراتب، وهل هنالك تأخير في هذا الموضوع؟ وجدنا من خلال عملنا ولقاءاتنا بالمقاتلين، هناك بعض المقاتلين يعني يشتكي يقول أني يعني ترقيتي ما أخذها بالشكل الصحيح. من نبحث بقاعدة المعلومات اللي عندنا نلقي فعلا يعني أكو تأخير بالترقية مالته، من خلال يعني دراسات قدمت وتعاون أخواني يعني مدراء الأقسام خاصة قاعدة البيانات، بالإمكان يعني أنه نسوي الترقية الإلكترونية، والحقيقة بدينا بها وعملنا بها. فكان في 2015 يعني ترقية إلكترونية جدول الأول اللي هو صدر بتموز 2015، وكانت الأعداد اللي ترقوا المراتب جدا عالية، بحيث يعني أنا من استلمت الجدول الأول بدون على اللي قلنا عليها على الوحدات كان 12,000 مقاتل فقط، في حين من استخدمت النظام اللي عملنا بالترقية الإلكترونية يعني وصل العدد في أحد الجداول إلى 52,000 مقاتل ترقوا. ما هي معايير ترقية المراتب؟ وهل تقومون بزيارات الوحدات للوقوف على متطلبات المراتب؟ المعايير اللي نعتمدها احنا أولا يكون المدة مالت الأصغرية وهي 3 سنوات، وبالنسبة للجندي سنة، الجندي إلى جندي أول سنتين، بعد ذلك منها بعرف صعودا 3 سنوات، نعتمد بعدها بعد ذلك إلى لازم يكون عنده ملاك يشغله يعني أهل الترقية، بالإضافة إلى موضوع الدورات الحتمية لازم يستوفيها، موضوع الامتحانات الترقية أيضا لازم يستوفيها. الشهادة هنا عندنا معضلة لربما بعض ما يعرفوها، أنه من نائب عريف صعودا لازم عنده شهادة بالقانون، يعني هذا لازم عنده شهادة متوسطة. فالكثير من المواطنين يشتكي يقول أنا مدى أترقى يعني مو مثل أقراني، بالحقيقة هو يعني ما عنده شهادة. وهذا السيد رئيس أركان جيش وتناقشنا الموضوع ودعمنا في موضوع ترقية المراتب اللي ما عنده شهادة، يعني هو بالقانون ما يترقى، بس احنا ايضا بحثنا موضوع صلاحية معالي السيد الوزير اللي هي المادة 36، يعني وضاعفنا المدة الأصغرية مالته، بالإضافة إلى أن تكون عنده خدمة حسنة حتى يترقى، وعملنا بها ورقينا أعداد كبيرة جدا من الذين لا يحملون الشهادات. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مدير إدارة المراتب، وهذه عودة إلى فقرات برنامج حماة العراق. شكرا صباح الخزعلي، عدنا إليكم من جديد. تعتبر مديرية الفحص والقبول من المديريات المهمة في وزارة الدفاع لما تقوم به من مهام وواجبات بفحص العقود التي تبرمها وزارة الدفاع مع الشركات المحلية والعالمية وإصدار الشهادات لهذه العقود، سواء كانت تجهيزات أو معدات أو أسلحة. تشكلت مديرية الفحص والقبول في العام 2013، وتعتبر من المديريات المهمة والعمود الفقري لوزارة الدفاع لما لها من أهمية في فحص العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات المحلية والعالمية لتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات. شكلت المديرية وبدأت عملها حقيقة هو في منتصف السنة 2013، وبتسعة أقسام تشمل جميع أسلحة ومعدات وزارة الدفاع، وكل قسم عندنا الآن يمثل أحد الأسلحة أو المديريات في وزارة الدفاع. الحقيقة العمل الرسمي لمديرية فحص القبول هي فحص هذه المعدات والأسلحة بفحصين، الفحص الأول ابتدائي يسمونه في بلد المنشأ، والفحص الآخر الفحص النهائي بعد ما توصل المعدات أو الأسلحة إلى أرض العراق. فحص وقبول هذه المواد إنه مطابقة إلى العقد، أولاً تكون جميع هذه المعدات والأسلحة مطابقة إلى العقد. تنسيق الأعمال وسبل التعاون مع المديريات والجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام والإجراءات المتخذة من مديرية الفحص والقبول، تمثيل مديرية في اللجان والمؤتمرات وحسب تنسيب مدير الفحص والقبول.
العمل على رفع الكفاءة الفنية للمنتسبين من خلال إشراكهم بالدورات وكل ما ينمي قابلياتهم التدريبية والفنية. وتتضمن هذه المديرية العديد من أقسام الفحص، حيث أن لكل صنف في الجيش العراقي قسم فحص خاص به، ومن هذه الأقسام قسم القوة الجوية والقوة البحرية وطيران الجيش وقسم التجهيز والمعدات الوقائية. مديريتنا 9 أقسام، فمن ضمنها هو قسم التجهيزات. قسم التجهيزات عندنا، قسم التجهيزات هو أكثر شيء يتعلق فيما يخص مديرية العين والصنف الإداري، تجهيزات مديرية العين والصنف الإداري ودائرة الميرة. أضف إلى هذا يشترك بكافة الفعاليات اللي تخص التجهيزات مع الأقسام الأخرى، يعني مثلا تجهيزات إلى طيران الجيش، تجهيزات إلى قوة جوية، تجهيزات إلى الأقسام الأخرى. فقسمنا هو مطلع بهاي الفحوصات والأعمال اللي يقوم بها القسم. مديريتنا من المديريات اللي تشمل جميع الأقسام وجميع صنوف الجيش العراقي، ومن ضمنها قسمنا قسم الحاسبات اللي استحدثناه حديثا، طورنا به جميع برامج منها الأرشف الإلكترونية، نظام التداول البريد الإلكتروني، ودخلنا دورة مع الأمريكان استحدثنا نظام FMS العقود الأمريكية عن طريق شريحة التوكن اللي هي ضمن مسؤوليتنا بالمديرية، عن طريق الأقمار الصناعية نعرف العقود الأمريكية وين وصلت، وين مداها، وين الأمور اللي مستفاد من عندها، وش قد احنا منفذين من العقود. إضافة إلى هاي الأرشف الإلكترونية بالتعاون مع مديرية نظم المعلومات فعلناها بثلاث حاسبات في المديرية مالتنا لأرشفة الأعوام السابقة. تعتبر مديرية الفحص والقبول من الجهات الفنية والسندة في وزارة الدفاع، إذ تقوم بإجراء الفحوصات وإصدار الشهادات للعقود التي تقوم وزارة الدفاع بإبرامها. لإعلام وزارة الدفاع، كرر الربيعي. جهود استثنائية يقوم بها معمل متوسط التاجي التابع لمديرية الهندسة الآلية الكهربائية بتصليح وإدامة مختلف العجلات. التفاصيل والزميل علي الزيدي. دور كبير يقوم به معمل متوسط التاجي أحد تشكيلات الهندسة الآلية الكهربائية بإعادة أكثر من 60 عجلة خلال فترة قياسية تابعة للجيش العراقي من العجلات التي شاركت في المعارك ضد عصابات داعش الإرهابي، وبجهود ذاتية منها تصليح المحركات والحدادة وأعمال أخرى متنوعة. أعمال معمل متوسط التاجي تخص تصليحات الخط الثالث، وهي تصليحات تخص جميع أنواع جميع أجهزة العجلة بكل تفاصيلها من أجهزة كهربائية وأيضا الميكانيكية، وأيضا هناك ورش عمل خاصة بالصبغ والسمكرة والحدادة، وأيضا الورش الفنية الآلات الدقيقة، وأيضا ورش تصليح الأسلحة، وأيضا هناك ورش خاصة بتجفيت المحركات. هذا المعمل يقوم بإنجاز أكثر من 60 عجلة شهريا، وما يقارب أكثر من 100 قطعة سلاح، وأيضا زمر ومفارز تصليح ميدانية تسند الفرقة التاسعة، قام بإسناد الفرقة التاسعة وأيضا الفرقة السادسة في معاركها ضد تنظيم داعش في الموصل والأنبار. ونحن الآن مستمرين بالعمل رغم بدء المعركة الحقيقية لصنف الهندسة الآلية الكهربائية. يقوم معملنا معمل متوسط التاجي واللي التابع إلى مديرية الهندسة الكهربائية بعمليات دعم وإسناد كل قطعات الفرقة السادسة والفرقة التاسعة، حيث قمنا وشاركنا بأغلب وعمليات التصليح في عمليات تحرير الموصل وكل العمليات التي جرت في من دنس وتحرير الأراضي العراقية من الإرهابيين الدواعش. الكل يعمل بروح الفريق الواحد ويواصلون العمل الليل مع النهار، كل حسب اختصاصه، من أجل تصليح العجلات بعد تعرضها لأضرار مختلفة لتعود إلى العمل بأتم جاهزية. تدخل العجلات إلى معمل متوسط التاجي، ونقوم نحن بعمل السمكرة لتصليح المتضرر، القطع المتضررة من بدن السيارة، وبعدها تدخل إلى الصبغ، حيث نقوم بإطلاء السيارة وسقلها وتنعيمها، ونضرب معجون بعدين، وبعدين تدخل عندنا بالصبغ، تكمل السيارة تطلع إلى المنجز. حملات بادية عندنا خلال عملنا مستمر خلال 24 ساعة لتصليح العجلات والمعدات اللي داخلة في معملنا. هنا عندنا قسم صيانة الخراطة، جميع العجلات منها المحركات والجيرات، جميع العجلات. العمل مستمر ليل نهار بتوجيهات السيد المدير والسيد الآمر. جهود كبيرة يبذلها أبطال معمل متوسط التاجي
لإعادة روح العجلات من خلال إقامة هكذا إنجازات لإسناد وحدات الجيش العراقي في السلم والحرب. من الهندسة الآلية الكهربائية علي الزيدي، إعلام وزارة الدفاع. من أجل عراق خالي من الأفكار المسمومة التي حاول الإرهاب زرعها، قام إعلام الفوج الثاني اللواء 52 في ناحية القرمة بزيارات ميدانية عدد من المدارس من أجل تثقيف الطلبة. التفاصيل مع محمد الشويلي. ضمن التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع، قام إعلام الفوج الثاني التابع للواء المشاة 52 ضمن تشكيلات فرقة المشاة 14 بزيارة عدد من المدارس في قضاء القرمة لتوعية وترسيخ المواطنة في نفوس الطلبة وتوجيههم بالاتجاه الصحيح بعيدا عن الأنف والأفكار المسمومة التي حاول الإرهاب زرعها في عقولهم. بتوجيه من المراجع بزيارة المدارس لتوعيتهم وتثقيفهم، تم إعداد خطة في مقر الفوج الثاني لواء 52 فرقة 14 للذهاب إلى المدارس، وكان هناك تعاون من قبل الكادر التدريسي لكل مدرسة لسبب أنه التنظيمات الإرهابية دمروا أغلب المدارس الموجودة في قضاء القرمة، وأشاد الكادر التدريسي بهذه المبادرة أو بهذه الخطة، وكان الطلبة فرحانين بهذه يعني التوجيهات وفرحانين لأن كان عندنا في هذه الخطة يعني ترتيب، وهو أنه نعرض لهم مجموعة من الصور لأن الطالب يتأثر بالصور أكثر مما يتأثر بالأشياء يعني المقروءة، فيعني كنا يعني نعرض عليهم صور لدخول الجيش العراقي وتحريرهم من هذه التنظيمات الإرهابية وخطر التنظيمات الإرهابية، لأن هذه التنظيمات كانت قد زرعت العبوات الناسفة في بيوتهم وفي مزارعهم وفي مؤسساتهم الإدارية. المعلمون في قضاء القرمة أشادوا بدور الجيش العراقي في توعية المواطن الأنباري وبتنمية عقول الطلبة في ترسيخ حب الوطني وقواتهم المسلحة بعد أن حررتهم من الإرهاب الذي دمر معظم البنى التحتية لمناطقهم. الغيرة العراقية التي يحملها المقاتل العراقي الباسل لا تقف عند بطولته في الميدان فقط، بل تعكسها العديد من الصور الإنسانية التي يتحلى بها أبناء جيشنا الباسل، وهذه إحداها. المقاتل المغوار حمل غيرته ليكون معلما طوعيا خلال إجازته لسد النقص الكوادر التدريسية في إحدى مدارس محافظة نينوى. من نينوى الحدباء ننقل لكم أحدى المواقف الإنسانية لأبطال الجيش العراقي، مقاتل ضمن فرقة المشاة 20 تطوع لإعطاء دروسا للطلبة في إحدى المدارس بسبب نقص الكادر التدريسي وخلال فترة استراحته. ابقوا معنا والتفاصيل. يا شباب الوطن يا حياك، والوطن محتاجكم ناداك. يا شباب الوطن يا حياك، والوطن محتاجكم ناداك. انتم جنود الوطن والشوفة، يلا تدعيكم جميع الصوف. انتم جنود الوطن والشوفة، يلا تدعيكم جميع الصوف. توكلوا الله ورسوله. ادعي للحدباء تعود الحياة، ينت ترجع نينوى بأسوارها بعزم الله وآل بيت الطاهرين، وزود همتنا ونخوت رجالها تعود موصلنا وتزهي من بعيد، انزفها زفا نحقق اللي ببالها، نفرح ويلتمش منا من جديد ايد وحدة بقصد كل عذالها. صابئي كردي تركماني ومسيح، نعيش أخوة تفرقة من قالها، حلوة لمتنا مثل باقة زهور، باقة وحدة بمختلف أشكالها. يلي ردت التفرقة خبت وخسيت، ما يفرقنا كلام رذالها. ترجع السفرات بأيام الربيع ودجلستني تبهر وشلالها. يا شباب يا شباب أحد مقاتلين الأبطال أثناء واجبه في إحدى القرى اللي تابعة لمحافظة نينوى العزيزة، وأثناء استراحته بعد انتهاء الواجب كانت هناك مدرسة قريبة لمنطقة
تلواعي، قرية تلواعي، وهذه المدرسة بسبب نقص الكادر التدريسي حقيقة، فبادر هذا الجندي دفاعا من عنده وحرصه على فلذات أكبادنا من أطفالنا في محافظة نينوى العزيزة، ولدماثة حقيقة أخلاقه وقوة شخصيته قام بمبادرة وهو تدريس طلابنا وفلذات أكبادنا في هذه المحافظة العزيزة بإلقاء دروس عليهم في محاضرات في مادة القراءة. وكانت فرحة يعني من قبل الطلاب ومن قبلنا، لأن جندينا يد تقاتل ويد تبني، والحمد لله والشكر تم التعاون مع مديرة المدرسة والكشف عن المدرسة، وسيتم بالأيام المقبلة إن شاء الله صبغ المدرسة من قبل الفوج بالإمكانيات الذاتية وإكمال كهربائيات المدرسة لإكمال فرحة الطلاب مدرستهم وفرحة الجيش العراقي بأن يشوف هذا العدد الكم من الطلاب تعود إلى مدارسهم بعد طرد فلول داعش الإرهابي من المناطق ومن الموصل الحبيبة. بالحقيقة احنا قوة مرابطة بقرية تلواعي قرب مدرسة تلواعي الابتدائية للبنات. أول يوم يعني اللي رابطته أنا ضمن هاي القوة وجدت أغلب الطالبات يعني حتى يطلعون برا وماكو معلمين، فمن جيت على الكادر المديرة والمعلمين اللي موجودين جزاهم الله خير، هم كلهم متطوعين يعني بالمجان، فقط عندهم المديرة على ملاك وزارة التربية. من جيت لقيت صفين بدون معلمين، وهذا الشيء يعني شيء إنسان أنا اللي أريد أسوي، لأن نهاية مدرسة وامتحانات يعني تعرف هذا مصير أهله تعبانين عليه سنة كاملة، فهذا أما ينجح ودارسه بخطية هم هنا تعرف بقرية، فلازم واحد يعلمهم. يعني أغلب الطالبات ما تعرف، وأغلب حتى الشباب عندهم غير فكرة واصلتهم عن القوات الأمنية عن الحشد الشعبي، فأنا حبيت أبادر وأزرع البسمة لهاي الأطفال، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر بادرت وزرعت البسمة والله وفقنا. الله احنا نشكره شكر جزيل، يعني هو شاركنا مو بس بالقتال، شاركنا بالعلم ايضا، وقدم معلومات وافيه للتلميذات، وحبوه كلهم ويفتقدوه من اذا ما موجود، وانطاهم واجبات وصلح لهم وانطيته كل الصلاحيه. قال احد المحاضرين يصلح، قلت له لا انت تصلح، فهو قدم خدمه لهاي المدرسه، فهو مو ضحى بدمه فقط، ايضا ضحى بجهده كله وبالعلم وبالتضحيه بالقتال. فاحنا نشكر شكر جزيل، يعني الاخ هو جاء كواجب رسمي لحمايه المدرسه، فاستغل هذا واجبه فبدا بتعليم التلميذات ومشاركه الاخوه المحاضرين بالتدريس بالصف، فاحنا نشكر شكر جزيل. يعني هو استاذنا كنا نحبه، ومن يروح هو نقوم نصيح كلنا، ونتدبس على الرحل كيف نروح، وكنا نقوم نطبطب على الرحل على نروح ونقوم نصيح، وكنا نشتاق له. من يجيكم؟ ما حد يجينا بس استاذ محمد. واذا جاكم استاذ محمد من يرجع شو تسوون؟ ما نقوم نصيح، نقول له درسنا، عادي درسنا قراءة وعلوم رياضيات، نصلح على الواجبات اللي انطانا اياهم. نشكر الاستاذ محمد اللي درسنا ووصلنا مرحله الى هنا، نشكر الجيش الذي حررنا من الدواعش الاظلام، نشكر جندي محمد اللي درسنا يعني، ونشكر حيل يعني البطل اللي يعني درسنا ووصلنا لهاي، ونشكر الجيش كلهم يعني اللي حررونا من ايد الدواعش، يعني صراحه الدواعش دمرونا يعني واحنا فرحانين لان سحنا يعني بظل الجيش. يد تقاتل الارهاب ويد تساهم في بناء المجتمع، وهذا احدى المواقف النبيله التي تعكس انسانيه ومهنيه منتسبي الجيش العراقي من قريه تلواعي جنوب الموصل لاعلام وزاره الدفاع فائق العطواني. ساده المشاهدين، حلقه البرنامج انتهت.
ملتقانا في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه. مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع قدمت لكم حماة العراق.